القادسية يبقى في الصدارة ب 14 نقطة متقدم بفارق هدف على العربي، النصر 13 من 6 مباريات، لاحظ العربي والنصر من 6 مباريات، الكويت 11 من 7 مباريات، وبعدين كاظم 8 نقاط من 6 مباريات، وبعدين جينا الساحل سالمية الفحيحيل والشباب وخيطان بالمركز العاشر. دكتور، يعني هي مباراة حقيقة أنا ما كنت أتصورها هيك، يعني القادسية كنت أتصورها هو أعلى شوية كعب، لكن الشوط الأول ما أدوا مباراة جيدة يعني، وسجلوا هدف حقيقة الكويت، لكن يبقى أنه الفارق هو اللاعبين، يعني لما نزل المطوع تغيرت كل شيء، خبرة ونوعية، يعني أبو كرم شوف الهدف ودخوله كيف دخوله، يعني هو نوعية اللاعب، يعني شوف أنه الهدف يعني دخوله ونوعيته وسرعته، بعد أنت كرة طبعا الأخ راحت ما عنده، بس الحشان جاء لاعب مهاري، الحشان إمكانية كبيرة جدا، أنا أصوره من أحسن اللاعبين الموجودين بالملعب، كان هي الحلول الفردية. يعني بارع بتفرج على هدف توامبا، واحد ظهره للمرمى، انت بجيك لاعب بيحط لك جول، اكيد تعمل الفرق مصطفى. البدر المطوع يمكن نزل اخر ربع ساعه عمل الفرق، حتى سيف الحشان نزل في الدقيقه 30 لانه كان بدل لاعب مصاب. هي النتيجه صبت لمصلحه العربي، صحيح القادسيه ما تصابش نفس النقاط، العربي ناقص مباراه، الكويت لم يخسر بس خمس تعادلات. الشوط الاول كان الكويت يمكن افضل شوي من القادسيه، لان القادسيه متراجعين، بس الشوط الثاني كان القادسيه فرضوا سيطرون على المباراه، في كرتين لعدي الصيفي، واحده في العارضه واحده شده، هذه القلاف. بالاخير على مجمل المباراه يمكن مصطفى فينا ما اقول تعادل عادل، لانه برايي القادسيه كانوا يستحقوا الفوز بالشوط الثاني. لو قدساوي لا لا صح لا بس عم بحكي شفته مصطفى على الاهداف يعني. في برنامجنا فقره اسمها ذكريات، وطالما بلشنا مع الكويت اللي كان منتخب اول منتخب عربي باسيا طبعا يحقق لقب اسيا قبل اكثر من 40 سنه، لكن